برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بضيفي وصل حالا دكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادله. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك الساده المشاهدين. اهلا بيك فندم. برحب مره تاني بالدكتور ايمن ابو العيلة عضو مجلس النواب. سيد النقيب، النهارده المفروض دكتور شريف اسماعيل وزير مهندس شريف اسماعيل وزير الصحه قابلهم لمناقشة، قابل وزير الصحة وزير الصناعة لمناقشة أثار خفض الجنيه على صناعة الدواء. وأيضا الأخبار بتقول أن صناعة الدواء ليها تصريح بتقول نقص شديد بالأدوية المستوردة بعد رفع المركزي سعر الدولار. إيه الأخبار؟ توصلتوا إيه مع وزير الصناعة أو مع رئيس الوزراء؟ هو المعني بالأمر هو وزير الصحة. وزير الصحة. تمام، لاني الدواء تابع وزارة الصحة مش تابع وزارة الصناعة. كان في اجتماع امس مع وزير الصحة بيضم اللجنة الاستشارية ونقيب الصيادلة، تبحثنا في اسباب نقص الدواء اللي مصر تشهده الان. وانا طبعا بعيد واكرر ان المادة الخام لا توجد في مصر مواد خام، معظمها 90% من المواد الخام بيتم استيرادها من الخارج، طبعا بيتم استيرادها بالدولار. اي زيادة طفيفة على سعر الدولار بتؤثر بالسلب على صناعة الدواء، ودايما اللي بيدفع الثمن الزيادة او التأرجح في زيادة الدولار هو المريض المصري. كان اجتماعنا مع وزير الصحة أمس لسرعة إنقاذ الصناعة الوطنية مع الحفاظ على دواء الفقير المصري. اللي يعنينا في المقام الأول هو الفقير المصري، لأن الأدوية اللي ناقصة حاليا هي الأدوية رخيصة الثمن، وبالتالي دي بتاعت مين؟ دي بتاعت المريض الفقير. الغني يقدر ياخد مستورد، يقدر يلاقي ادويه كتير. فاحنا طبعا كنا حريصين كل حرص على تحريك الدواء المصري، والهدف من تحريك الدواء المصري هو الابقاء على دواء الفقير. النهارده علبه الدواء اللي ب 3 جنيه لغايه 10 جنيه بنلاقيها بقت قليله جدا، ان هيطرا زياده على سعر الدواء بما يحافظ على دواء الفقير. تمام. يبقى احنا بنتكلم مرة تانية ان سبب التحريك ان انا انقذ الصناعة الوطنية وامنع الفقير ان هو يبقى تحت طائلة الدواء المستورد واسعار الدواء المستورد كلنا عارفينها. تمام، بس اصلا الدواء المصري هيتم رفع سعره.